عليكم ورحمة الله، كيفكم اخواني؟ ايش اخباركم؟ عندناكم فيديو جديد. مقطع اليوم راح يكون عن تصميم اسمك بطريقة جميلة جدا عبر الهاتف. طبعا اول شيء اصدقائي نعتذر عن الانقطاع اللي صار بالقناة. طبعا صرنا زمان تركين القناة والى زمان يعني مرضانا وقت لا نزل شروحات ولا اصمم ولا اتفاعل باي شيء، يعني ادونا بالشفاء ان شاء الله. طبعا ثاني شيء اصدقائي نحتاج برنامج التليجرام فقط، نقوم بالدخول لهذا البرنامج. بنشوف معنا، راح احط لكم رابط قناتي موجودة اسفل في الوصف. نقوم بالضغط على ثلاث نقاط فوق على اليمين، ثم نضغط على البحث، ثم نقوم بكتابة حروف على هذا الشكل. طبعا هي الحروف اللي نحتاجها في التصميم. نقوم بتحميل كل هاي الحروف. بعد التحميل نضغط على ثلاث نقاط ونعطيها حفظ في المعرض. نفس الشيء أصدقائي نحتاج إلى برنامج بيكسلاب. نكتب هنا بيكسلاب، هاي هون نضغط على السهم صغير ونحمل هذا البرنامج. على نفس الشيء نكتب مثلا تلبيسات، راح يطلع لنا تلبيسات. نشوف معنا، نحمل هاي الصور للتلبيسات. وبعد تحميل كل أصدقائي نقوم بالدخول لبرنامج البيكسلاب. هيفتح معنا على هذا الشكل. أول شيء راح نضيف حرف الألف اللي حملناه من قناتي على التليجرام. هذا هو حرف الألف، نحط له لون أسود. نروح للمبحث، نحذف الكل ونخلي فقط هذا الموجود فوق على اليمين. نكبر الحرف بعض الشيء على هذا الشكل، نعمله نسخ، ثم نحذف الثاني وخلي هذا اللي هذا يعني. بعد نروح للقلم الصغير، نضغط على تكست ثم اديتي، ثم نقوم بكتابة مثلا اسكا على هذا الشكل. مثل ما تشوفوا معنا نكبر الحجم هكذا، ثم راح نروح للخط يعني او البولايز، ننزل لتحت نختار خط ديواني الصمت. نشوف معنا خط ديواني الصمت مطور، راح نكتب معنا اسكا، ولكن حرف الكاف يعني ما نو جميل كتير. شو نعمل؟ نكبر الحجم بعض الشيء اكثر، ثم نعمل له نسخ، راح يصير معنا 2. نجيب هاي لتحت لكي ما تظهر معنا، ثم نضغط على هذه هنا، ثم ندمج هاي مع هاي لنقدر نحذف منها حرف الكاف. هيك صارت معنا في الوسط. نروح للوسط، نضغط على الممحات او قوم نحذف هذا الكاف يعني، خليها حرف السين هون يعني هكذا. نكبر بعض الشيء. بعد نضيف حرف الكاف. بعدين طبعا اصدقائي راح ارجع انشر لكم يعني حروف مره اخرى بقناتي على التليجرام. هيدي هي حروف الكاف يعني. نضغط على اللون، نحط لون اسود. نروح للممحات، نحذف الكل ونخلي فقط الموجود على اليمين. عجبني هذا الموجود على اليمين، نكبر حجمه. لكي تصير مناسبة مع السين يعني نعمل لها نسخ. طبعا كل ما نضيف حروف لابتوب نعمل لها نسخ، ثم نحذف الثاني اللي تصير دقتها احسن يعني. عفوا، عملنا على هذا الشكل. نضغط هنا ثم ندمج حرف الكاف يعني مع حرف السين هذا لتصير مع بعض. نتحكم بهم عفوا الاثنين مع بعض. نشوفوا معنا هكذا، نجيبه عند حرف الالف هكذا نفس الشيء. بعدها راح نضيف حرف الباء يعني. نشوفوا معنا، ما يهم يعني حرف الباء او حرف النون نفس الشيء. هيدي هذا الشكل، نعطيها لون اسود. نروح للممحات، نحذف الكل ونخلي فقط اللي نريد نضيفها. راح نضيف هاي اللي موجودة على اليسار يعني ثاني واحدة. طبعا نحذف لها النقطة لانه نحتاج حرف النون وليس حرف الباء. راح نرجع نضيفها مرة اخرى، عفوا نكبر حرف ال. طبعا كبرناها على هذا الشكل، تقدر تكبر وتصغر الحرف. انا عجبني على هذا الشكل، نعدل له المكان هيك يعني، ندور بعض الاشياء. هيك يعني. بعدها راح نضيف حرف الراء وحرف الزين يعني. هيدي الحروف، نعطيها لون اسود كالعادة.
عفوا. على هذا الشكل بنجيب معنا هنضيف لها النقاط على حرف النون يعني. طبعا ضفت لها النقطة على هذا الشكل، راح نجي للتلوين. التلوين الصغير تقدر تلون على الموقع، وانا انصحكم دائما يعني تلون على التلبيسات، لانه التلبيسات ما بها اي تكسيرات. يعني الموقع فيه تلوين ولكن تلوين به كثير كثير تكسيرات، لهيك ما راح يطلع التلوين منيح. ماشي، راح نروح لحرف الالف اول شيء، نحذف له اللون الاسود هيك شيء. بعدين نروح للتكستير او التلبيس، نضيف للصورة، راح نضيف هاي التلبيسة مثلا، فتحت معنا هكذا، خليها هكذا يعني. راح نروح لحرف الاسكا ما بعرف شو اسمه، نعطيها تكستير او تلبيس مرة اخرى، نضيف لهاي التلبيسة مرة اخرى هكذا، يعني نعدل على اللون. هيك شي. بعدين راح نروح للنو او هكذا، نعطيها تكستير، نحذف اللون عفوا اول شيء، ثم راح نروح للتكستير هكذا، نضيف هاي التلبيسة مرة اخرى، نعدل على اللون. هيك شي. حرف الراء نفس الشيء. صارت معنا على هذا الشكل. نقدر ندمج الكل مع بعض بعد ما عملنا، بعد ما خلصنا تلبيس. أصدقائي ننصحكم أنه تلبس كل حرف لحاله وتعمل له يعني جهة لحاله، تلوين لحاله يعني. إذا دمجت الكل مع بعض وعملت له تلبيس ما راح يصير معك تلوين مليح. ماشي، راح ندمج الكل بعد ما عملنا له تلبيس. هكذا. بعدين نعمل له نسخ، ماشي، نعمل له نسخ، ثم لون، نعطيها لون اسود، نضيف اللون الاسود تحت هذا المخطوطة يعني، لتصير معنا على شكل ظل يعني. بنشوف معنا بالنسبة للتشكيلات الصغيرة. طبعا انا نزلكم شرح من قبل تحميل تشكيلات، هذا هو الشرح، احط لكم رابطه موجود اسفل بالوصف. على نفس الشيء يعني نضيف التشكيلات على شكل صور يعني، ونعمل تلبيس ونضيف على هذا الشكل. طبعا زي ما راح اكمل لكم هذا الشرح لانه بسبب لقيت وقت وسويت لكم هذا الشرح. طبعا اذا عجبك الفيديو حط لايك للفيديو، اشترك في القناه، قناتي على تيليجرام موجوده اسفل بالوصف. خليكم بخير في امان الله، ولا تنسوا تدعونا بالشفاء العاجل ان شاء الله. خليكم في امان الله، السلام عليكم.